وخبروني أبشع خبر تلقيته بحياتي وأنا خسرت. ما بعرف ليش كان يضل يقول يمكن ما كون. يمكن ما كون. خبر مؤسف تلقاه أهالي جزين صباح الأحد. العقيد المتقاعد جوزيف أولا سكاف فارق الحياة. التحقيقات الأولية وتقرير الطبيب الشرعي تشير إلى أنه أصيب بجرحة قلبية قبل أن يقع عن حافة علوها يزيد عن متر ونصف، بعد أن أوقف سيارته قرب منزله الكائن في محلة بيت الشعار ليسقط على رأسه ويصاب بنزيف أدى إلى وفاته. خسرت أم، بي، خي، رفيق، حبيب، زوج. جوزيف كان صديق لعائلتنا، لأخواتي الكبار، كان يفوت لعنا على البيت صحبي هو وخيي وخياتي الأكبر مني. كنا زادت العلاقة بالزياح، كنت ساعده أنا من زمان، كانوا شلة شباب كبيرة يهتموا بالزياح وكنت أنا من بيناتهم ساعدهم، بس كنت أصغر منهم بالعمر. توضت العلاقة وتجوزنا سنة 89. تجوزنا وإجينا ثلاث أولاد، ميشيل الكبير، نيكولاس وميريام. هو إنسان خفيف الظل كتير، بحب الحياة، بحب الفرح، بحب البسط. حياته مليئة بالسلام التام، كان بشغله، كان ببيته، كان مع أولاده، كان قاسي لحدود، يعني ممنوع الغلط مع الأولاد، وكان كتير حنون لما يكون بدهم ينفذ لهم طلبات، بس على شرط كان في قانون بالبيت، يعني قانون عسكري لدرجة كانوا الأولاد مثل العسكر بس يجي بيهم. أساسه كان أنه ما كان يضرب ولا شيء، كان أساسه أو يوقفنا على الزاوية ونطلع على الحيط كل شي ساعة أو نفوت على الحمام. هي فوتة الحمام هاي خلص صارت إنه خلص صرنا يعني ستيل، قد ما نفوت على الحمام أنا وخي، هو في حمامين بالبيت، واحد شوي كبير واحد صغير، كنا نعرف إنه مين بده يفوت على الحمام الكبير. إنه هيك أشياء بسيطة، إنه يقول لي إنه أنا الكبير وأنا بفوت على الحمام الكبير، وأنا صغير أنا بفوت على الحمام الصغير، فإنه هيك أشياء. بس صار إنه يقول لي إنه أنا رفيقك أكثر من بيك، فكل إذا صار أي شيء معك دغري خبرني، إنه ما تخاف مني. هو كان كتير إنه يتفهم وحسوا إنه عن جد إنه قريب علي، ما حسوا إنه كبي، حسوا كرفيق أكتر. كانت مواقفه معي كتير مقدر له إياها، وكانت أنا مواقفة معه كمان كان هو يقدر لي إياها. لأ صرنا قراب كتير بآخر فترة، وياريت ما صرنا قراب كتير بآخر فترة. كانت علاقتي آخر فترة معه كتير قوية، يعني حتى ولادي تعلقوا فيه كتير. لما تعرفنا قال لي أنا حبيتك أول شيء لأنه اسمك عاسم العذراء ماري، تاني شيء لأنك من جزين، لو ما من جزين ما كنت أخدتك، لأنه بيعشق شيء اسمه جزين، بيعشق ضيعته، بيعشق أهله. أنا من جزين، بحب جزين، بس كنت أتعجب طب يا عمي ليه العشق، العشق يعني حتى أصحابنا وين ما كان بيعرفوا انه جوزيف بالويك اند ممنوع العشوات، ممنوع الغدوات، ممنوع السهرات، بيطلع على الضيعة. جوزيف انسان في كتير ما بيعرف عنه انه مسلم حياته بشكل مطلق للعذراء ولسيدة النبع بالاخص. ما كان يعتل الهم للمخاطر وللمصاعب الاقتصادية ولا شيء، كنت بس قله عن شغلي اللي طالما سيدة النبع معي كل شيء بينحل. يعني الله نجي ثلاث مرات، مرة بالعبودية من حادث مفتعل، كان رايح دورية كبه مزود وعمل أكسيدان كتير كبير وقعد ثلاث أشهر بالبيت، ومرة بالبقاع قوسوا عليه على الجيب، فاتت رصاصة محل ما كان يحط راسه هو بس ما كان موجود بالجيب. قال لي شفتي إنه سيدت النبع معنا على طول. أربع خمس سنين قعد بالبحث بالمخدرات كمان، كان مركزه حساس، وكان هيدي اشتغلها كإنسان، يعني مش ضابط،
كان بس يكمش شي يجي اللي ريحت ولادنا من هيدا الشي، او كان يجي كتير مأثر بس يكمش شاب او حدا كان يتعاطى يحس حاله يحط حاله اللي يمارو انا حطيت حالي محل اهله، حسيت شو حس بيو او امه لما بدهم يعرفوا. هو كتير عن جد بيقدر المرأة، يعني كتير مهذب، كتير كلام، ما حكيتك كمان كتير بسمع كلام حلو، عنده أشعار، بيتغزل كتير، وكلهم بيعرفوه أصلاً، يعني بيعرفوا كلامه. يعني مثلاً بس يعني قديه بقلك 28 سنة ما زهق، يعني بحس حالي كأنه بعدنا، يعني لما بتطلع بالشباب بقول يمكن بعدنا جداد، مش عم بمزح. يعني هو كتير، شو بدي قلك، هو كتير مهضوم، يعني ما كبر لا بالعمر، قلبه بعده شاب، بحب هيك الغزل كتير. إنسان لن يتكرر في جزين ولا في رعية الكاثوليك في جزين، حتى لكل الناس، حتى الموارني، حتى لأي إنسان كان، لأنه كان خدومي بشكل لكل العالم، بس كان حبه للعذراء وللسيدة شيء مميز عن جد. هالإنسان بكرمه ما في، وبحبه للكنيسة ما في، وما وصانا بشي بحياته، ما بعرف ليه، إلا بعيد السيدة بسيدة النبع. كان يقول لي يا مارو أنا ما بدي شي منك، كان يجبر الأولاد مثلا، كان أوقات يحب يروحوا عفرية بعيد السيدة، لأنه ممنوع هون في عيد سيدة، أصحابكم هن اللي بيجوا مش أنتوا اللي بتروحوا، تمشوا معي بتشوفوا أنا شو بدي أعمل، لأنه أنتوا بكرة بتكون تكفوا. وقال لهم وين ما بتكونوا بآخر الدنيا توعدوني أنه جمعة عيد السيدة بتجوا على جزين، وهن رح يوفوا بالوعد وأنا كمان. كان هو يترأس الاحتفال ويمشي الخط كله سوا، يعني خطة السير بكل معنى الكلمة. كان يكرس السيارة والميكروفونات وكله، يعني ما في حدا إسا اليوم يحل مطرح العيد جوزيف سكيف. كنت قل له طب ما في عدرا وين ما كان، يقول لي لا في سيدة النبع. من 31 تموز لكل آب تكون عطلته صيفية، ليه؟ حتى يقوم بزياح العدرا. وحقيقة كمان كلمة لازم نقولها، إنه كل المصاريف الزياح كانت على نفقته الشخصية. هذا الإنسان أنا ما فيني أنساه أبدا، يعني الحقيقة كان يعني وطئه وقت ما توفى كان يعني كبير كتير، صدمة لقلنا نحن. طلعت فكرة الزياح، كان عنا بير إتيان حداد كان عايش بالأراضي المقدسة، عينوه خوري عنا. نحن عادة من عيد السيدة كان بس إنه نعمل ما نعمل زياح، نحتفل بالصلاة، يظهروا إنه دبت شيء قدام الكنيسة. بقام طرح الفكرة يومتها الخوري، قال إنه بالأراضي المقدسة بيعملوا زياح، بيعملوا تطواف للعذراء، ليه ما بنعمل هيك؟ رد يومتها العيد قال له بنعملها، قال له بس عن شرط، إذا بدها تنعمل بدنا نكملها كل سنة، ما فينا نوقفها، ما حبي تتوقف. أخذ التزام إنه هو بيكملها. بالفعل بلشت أول سنة، صار كل سنة يطورها، نحن يكون معه بالأكيب، يعني أنا بحكمي إنه ببيروت وهون عطول معه، بلشت تتطور كل سنة بعد سنة. مشينا ونسعنا نحن وبير إتيان، وكان أول زياح بتنظم للسيدة بجزين، يمكن إذا مش غلطان 79 يمكن. نحن كمجموعة من شلة الساحة أو الشباب الساحة والرفقات والأسكاب، نحن اللي بلشنا فيه بهذا المشروع، وعملنا أول زياح. ما كان عندنا شخص العذراء كبير، اخت مرته للعقيد للسكاف لبسناها طوب العذراء وحطيناها بسيارة جيب مكشوفة ومشيناها من قدام الكنيسة لسيدة المعبور بجزين، وكان أول زياح بنعمل. وعملنا زياح، كان انطلاقة حلوة بجزين، أخذ ردة فعل كتير حلوة، وكان من أول يوم كان حاشد، يعني من أول الزياح، من أول ما نعمل الزياح السيدة بجزين كان حاشد، ومن بعدها سابرنا على طول نعمل الزياح. بس اللي شيء المميز عند العيد سكاف هالكرم الحاتمي إذا بدي أقول، وبدون ما يعرف حدا،
يعني مرة أنا مارق بالشارع بيعطوني وصل إيصال، ولك شو هالإيصال؟ تبرع $5,000 لدار معلمين جزين بكسي. يعني شو كاهن ووكلاء وقف كنيسة السيد، يا خي أنا مش متبرع لكم شيء. قال مبلا العائلة سكاف ما حب يحط هيدا التبرع باسمه، حطه باسم وكلاء الكنيسة وكاهن الرعي. يعني أنا ما في يوم أو أحد أو قداس أو عيد إلا ما بده يكون بالكنيسة. مرة بتصدف معتاز شغلي، قال لي بس تعتاز شغلي بتلفن لي، تلفنت له قال لي لايك أنا ببيروت 3/4 ساعة وبكون عندك. تصور إجا من بيروت على الكنيسة ليصلح شوية دجون كتاراته. مرة زوزو كان يعني يحب كل شيء، مثلا إذا طلعنا على البرية يقول لي مثلا هات لنجيب حصان. مرة بقوم بوصي على حمار اللي هو الحصان بيقدر يركب عليه بخيف يقلب، وسع حمار بيجيبوا لنا الحمار بحطوه على الاوتوستراد، لان احنا بنطلع الحمار من الاوتوستراد نحطه بمنطقه اسمها عين زعرور يلي هي هلا صارت مخيم، بده يحطه فوق لانه فوق بيعتنوا له فيه، هو بس طالع لحتى يركب على الحمار ويتصور بحب هالاشياء هيك. ربطناه على الاوتوستراد بالجيب لانه على الاوتوستراد قدام الناس مين بده يركب؟ يقول لي انت نزل ركب على الحمار، قول لا انت نزل، يقول لي انا لا ما فيناش نركب هون قدام الناس بصير العالم بدها تصورنا. ربطنا الحمار بالجيب وفي صور معنا، ربطين الحمار بالجيب ومشيين على مهلنا، او قدر عند الحمار بدوش يمشي نوقف نحن ننزل نصير ندفش الحمار لحتى وصلنا لاخر جزين. اخر جزين قلت له وقف انا بدي انزل اركب على الحمار، قال لي بس عن شرط مش كل المسافة انت بتصير على نص المسافة انا بدي ارجع. بفترة اللي كنا عم نزين بمرة بجزين وصلنا لوقت انه ما كان، وكان فترة حرب وهيك ما في حدا كان عم بزين، بس نحن مجموعتنا كنا بزيننا عيد الميلاد الحي تبعنا بس لانه ما عندنا امكانيه كنا نضب من بعضنا مصاري، زيننا الحي تبع جزين بس. وبتعرفي بسن المراهقه كل واحد عنده رفيقته بده يشوف حاله قدامه وهيك. خلصنا الزينه ومستعجلين ما نطلع على القداس على مرمرون، بدنا نضويها قبل ما نطلع، بس نحن قلنا بس بيفوتوا العالم على القداس بنضوي نحن وبنطلع بنحضر القداس، بدها العالم بتلاقي الحي تبعنا مزين مبسوطين. بقى عسرعتنا انا وشاب صاحبي اللي كنا مستلمين انه نضوي من بعد ما ركبناهم بده يكون غلطنا ما حطينا الكهرباء مزبوط، طلعنا على القداس نحن ضويت اول شيء، طلعنا على القداس فتنا كلنا على القداس ومضويه طلعنا ضويه فتنا لانه مرمرون بتطلع على الحي شوي. بنص القداس بفوت العقيد الله يرحمه بعيط لي لإلي ولميشيل طلعوا لهون لو شباك عم نقدس طلعوا لبرا، ظهرنا طلعوا على الحي نلاقي كل شوي يطفي شافي مستعجلين انت انا عارف شو بكم جايين تشوفوا فلانية وانت جاي تشوف فلانين عجقتوا ما بهدلنا قامي قيامته بقى يعني ظهرت العالم الحي مش مضوي نزلنا نشوف شو القصة لأنا حاطين اثنين بوزيتيف بدل ما نحط اثنين واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف بقى اشياء كتيري. رجعنا اشتغلنا من جديد رجعنا زيانا الحي تاني يوم انا قلت له يعني نحن ما صدقنا امتى طلعت من الخدمة على التقاعد تنعيش انه الولاد تعرفي حياة الضابط صعبة انه تنعيش كبروا الولاد منسافر سوا منقعد سوا انه تتعطينا شوي من وقتك بس هو بحب الحياة الاجتماعية كتير وبحب خدمة الناس. قلت له انت فيك تخدم بلا ما تكون نايب فيك تساعد بلا ما تكون نايب. حمسوا الشباب والمحبين الكتار هن اللي حمسوا زادوله الرغبة يعني زادوله الرغبة مش كمنصب أنا بقلك لأنه هو بزمانه محب المناصب بزمانه قال له الأبونا ميشيل بكرة بتصير نايب وتخسرك الكنيسة قال له لا بكرة بتشوف كيف رح خلي النواب يعرفوا كيف الإيمان يعني أنا رح ضل أعمل الزياح رح ضل أمشي بالأول رح ضل أقدم لك المبخرة رح ضل لم الصينية رح ضل أخدم الكنيسة بس أنا بعمل هيك لأقدر ساعد شباب جزين والمنطقة. أنا شفت بالمرحوم عائد سكيف شخص واعد للمنطقة شخص بيخدم المنطقة عنده طموح يعمل شيء بالمنطقة مع احترامي لكل النواب الموجودين مش لأنه من الطائفة الكاثوليكية الكريمة بس شفته أنه بجلستين ثلاثة أو شيء شخص مستمع هذا أهم شيء بالمرشح
ليكون ليفهم شو طلبات الناس وشو بدها الناس. يعني كل قعدت انا وياه تقريبا شي ساعة ونص هو عم يسمع لإلي. شخصية ملفتة. يعني انا بلفتني بالشخص انه شخصية كرجال، يعني عنده موقف، عنده صراحة، ما بيلبس كفوف. كان هدفه يخدم المنطقة، لانه بالنهاية شاف انه لو ما شاف في نقص بمنطقة جزين يمكن ما ترشح. المنطقة خسرته، برجع بقول مع احترامي لكل النواب واللي ترشحوا، زلمة كان واعد للمنطقة وزلمة كان أدى، خسارة لمنطقة جزين. هذا اللي بدي أقوله. يعني لقاءين ثلاثة أنا من الأشخاص اللي تقربت منه، زلمة بكل ما نتكلم معنا، زلمة بيعرف شو بده وعارف لوين، وزلمة يجري على الأرض. مرة نحن بهالجمعية اللي موجودة بالمنصور بيعملوا جمعية الكيلو بلمه، قال لي أنا شو بدي أعمل لخي خود هودي مصاري يوزعون للفقراء، أنت بس عشر لو شو الشرط؟ قال لي بديش أعرفه أنه مني، ما بدي يعرفوا أنه هذا التبرع مني أنا. شو ما أعطيت تعطي البدكين، وكل التبرعات اللي كان يتبرعها العيد سكاف إن كان لمؤسسات اجتماعية أما كان لأفراد من الناس مرضى أو محتاجين، كان ينطلق من الإنجيل المقدس أنه إذا بك تعمل خير بك تتبرع بشيء ما تعرف إيدك اليمين شو عملت إيدك شمال. وما في شخص إلا ما خادم، ما في شخص قصده مين ما كان يكون إلا ما خادم. وأنا بتفاجأ، أنا تفاجأت من بعد موت جوزيف الإشياء اللي عملها مع الناس، الناس اللي بتحبه، رجال تبكي، يعني حتى يعني إشياء أنا دوختني المواقف. يعني أنا بتذكر بأجره وقف شيخ تبع برجة، شيخ تبع برجة قال أنا هالزلمة ما بعرفه كتير مقرب منه بس حبيته عم حبيت أهل برجة. بهيدا النهار كنا أنا وياه بنفس النهار اللي بده ينزل فيه عشية كان قاعد بجزين، بتحسي الدنيا كلها مش ساعته. هيدا نهار غريب كيف كان جاهز، الدنيا كلها مش ساعته، ومن هون لهون لهون كذا شغلة بده يخلص. قبل الجمعة كان مبارك مثل زيغ ضحكة عطول مبسوط هيك مثل الأرض الشهر. نزلنا على الصخرة طول الطريق ناسين ورا بعض، كنا هو سيارة وانا سيارة وهو معه ناس وانا معي ناس. نزلنا على الطريق ضحك 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 يزمير يطلع، يعني ما بعرف شو اللي صاير على الضحك اللي ضحكوا. فصلنا على الصخرة، نزلنا سلمنا السيارات الفريق باركينج ونزلنا نقعد نضحك، يضوي الشمعة ويمرجحها بين وينه. ما بعرف ضحكاته ما من طبيعية. قال له أنا حيش تضحك عيب إنه أنت من يوم رشح الانتخابات شو بيقولوا عنا؟ قال لي يقولوا شو ما يقولوا مهم يكون مبسوطين. نهارا كان سهران، هو عنده عشاء ترشح للانتخابات وكان عنده سهرة، كان قايل لي إنه هو ماكسيموم اثنين بيكون بالبيت. أنا فتت نمت وحدة وحدة ونص وعيت، فكرت حالي انه طلع الضو، طلعت ما لقيت جوزيف حدي. قلت انا، وقال لي مش قبل اثنين ما بدي ازعجه بالتليفون. خلصت السهرة، طلعنا نطلنا سياراتنا، ما كان بو شيء يعني ليلتها انه لا تقولي انه مضايق من شيء. هذا اللي انا لهلأ بعد ما بعرف غصة بقلبي انه ما كان بو شيء يعني ليلة الصهر. هيت مشينا ورا بعض، وصلنا على منطقة الجيلة. هلا هو قدامي أنا وراه، ضوت الإشارة حمراء، كان هو قطع هون ضيع. أوكي نمت شقلبت اثنين إلا ربع قمت، ما بعرف ليه، ما هلا بعدني لهلا واللي قمت ما بقدر أقولك ليه. مسكت سلولاري ورحت قعدت بالصالون. صارت اثنين، طلعت قلت لا ما رح ازعجه هلا، بقول لي اف شو بتحس بيني على دقيقة ودقيقتين. اثنين وربع اثنين وثلاث دقيت، اول مرة ما رد، قلت يمكن بعده بالسهرة، حاول بعد عشر دقايق، بعد عشر دقايق حاولت كمان ما رد، قلت يمكن بعده كمان. غيته انه جربت كذا مرة بعرف انه سهري سهران معه، دقيت له قال لي ما تخافي صاحبه معه يمكن مايلين يشربوا سيجار او شي بشي محل، رح جرب انا دق له. جرب، قال لي كمان ما عم برد. قلت له طب دق لصاحبه يا عمي، انا هون يعني صار يقول لي سهري طولي بالي،
ليش خيفاني؟ قلت له ما بعرف دخلك يا طوني، ليه ما بده يجي على البيت؟ يعني انه صارت 3 إلا ربع 3 إلا 10، شو وين بده يكون؟ هلا طلعنا وصلت على بيتي انا، هو على اساس الترجل هي ذاتها، بس هو بارلال علي، بدي 10 دقايق بينه وبينه. قلت انا عادة فتت على البيت، عادت شي ربع ساعة قبل ما نام، وفتت كان شي 3 إلا ربع. شوي برن التليفون. ما سمعته انا، سمعته مرتي. بعدني نور لقيت عديل وعمل اللي كان معنا بالسهرة. هاتي طوني على الخط. قال لي وين يكون؟ شو وين نعمل البيت؟ قال لي بعد ما وصلت على البيت مرتي مشغول البيت. هون انا بلشت يعني ما عاد فيني، وقفت قعدت وصاروا هن رجع رفيقه نزل محل ما تركوا وبيجي طريق البيت ووصل دق لي قال لي انه جوزيف وقع فوق اذا بتدق على حدا من الجيران يساعدنا. طلعت انا شو واقع شو فكرت انه فركش كاسر ايده او اجره. طلعت قال لي جيبي لي رجال رجال، نزلت ما شفته انا، دقيت على الجيران طلع جارنا. انا ما قدرت شوفه، ما عرفت لانه بس قربت غبت عن الوعي وشلوني الجيران ورحنا على المستشفى على اساس انه كان بعده على سالتهم طيب عم يتنفس الاي بس موجوع ما تخافي. رحنا على المستشفى بعد ساعة ونص، بعد شي ساعة يفوتوا يظهروا هني عارفين بس خافوا شو بدهم يقولوا لي وخبروني ابشع خبر تلقيته بحياتي من بعد موت خيي. بقول لك خسرت جبل؟ ايه كنت قل له بس مات خيي، انا تيتمت ما عاش عندي لا ام ولا بي ولا خي. قال لي انا هولي كلهم، بالفعل كان هودي كلهم وانا خسرت. بس بشكر ربنا انه ترك لي امان كتير كتير حلوه، هني الشبان والبنت. انا وعدته انه مثل ما كان حابب يشوف ميشيل حكيم قد الدنيا رح يصير، ونيكولاس مهندس قد الدنيا، وعدته انه انا ايدي بايدهم لحد ما الله يبعث وراي وروح لعنده. وميريام فراشته مسميها الفراشه، بتكسروا جناحها لما توفى، بس نحنا كلنا انا واخواتها عم نرجع ننميها تترجع كتير وتنطلق بهالدنيا وتكفي علمها مثل ما هو كان حابب. لهيك انه فكره تمثال نعمله مش لانه انه هو كان عم قدم الانتخابات، هي الفكره كليا بعيده من محطه للعذراء. حبينا نعمل تخيل له كان التمثال حد الكنيسه ليبين انه هو منع عن سياسي، هو محطه للعذراء. بيقول الدنيا ما بتحرز، نحن اليوم هون بكره معقولي ما نكون هون. ما كان يخاف من الموت ابدا، اللي انا بس بديني سيدت النبع رح روح، بس كان يخيف شغلي وحدي هي المرض والوجع، كان انه بفضل يموت وما يتألم ويوجع. ان شاء الله يكون محل ما هو احلى من هون، زوزو اكيد بالمحل المناسب لانه النفسية اللي كان فيها زوزو بعتقد بيكون بالمحل اللي هو مرتاح فيه. انا الكلمة الوحيدة اللي بقولها ما توصل رمو. العقيد جوزيف سكيف، إنسان لن يتكرر في جزين.